وضعك في الصورة غايته. السلام عليكم، كيف مشوا معنا تألق؟ حمد الله اللي في كل أسبوع كتشوفه متألق وكيسجل الأهداف رغم أنه غير النادي المفضل دياله، النادي اللي تألق معاه نادي النصر السعودي. احنا كنشوفوه في الاتحاد وكأن شيئا لم يكن، وما زال على عاداته التهديف ولا شيء غير التهديف. اليوم الكرة عنده تشوف أكثر من محاولة في كاس خادم الحرمين الشريفين، لكن في الأخير قدر أنه يأهل الفريق دياله عن طريق ضربة جزاء على طريقة بانينكا. فمشي سهل أنها تجيك ضربة جزاء دقة 96 والهدف اللي غادي يعطي الانتصار والتأهل للفريق ديالك، وتكون عندك ديك البرودة ديال الدم وتلعبها بديك الطريقة وتسجل هدف الانتصار. فحمد الله مازال كيتبت على أنه واحد من أفضل المهاجمين في المغرب، لكن المدرب المنتخب المغربي واحد خيال وزيش قالك بأنه عنده أفضل من حمد الله. ما عرفناش عليه من كيهضر، واش كيهضر على يوسف النصيري أو لا على أيوب الكعبي. خليونا الرأي ديالكم في الأداء اللي قدم اليوم حمد الله في الهدف اللي سجل. ما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم، خليونا الراي ديالكم في التعليقات. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما، وكيف العاده نتشوفوا في فيديو جديد وديما مغرب.